تذكر المرة الماضية بدينا نحل وجدنا إنه probability إن يكون حسبنا وصلنا عند HI ولا ما وصلنا؟ كنا نحسب رسمنا العمارة. طيب خلينا أرد أعيد رسمها مرة تانية. قلنا هذا عندي هون I-th floor وهذا I plus 1 floor لحد ما نوصل هون الـ N floor. وبدينا نحسب الـ probability إنه نصعد probability of elevator not traveling above I-th floor كان يساوي probability not stopping at I plus 1 مضبوط. وهدول قلنا رح يكونوا not independent events فلازم يصير conditional probability. فبصير not stopping at I plus 1 في the probability of not stopping at I plus 2 given it has not stopped. صار هذا it has not stopped at I plus 1 مضروبة في الـ probability of not stopping at I plus 3 given it has not stopped at I plus 2 and I plus 1 إلى آخره. وبوصل في النهاية آخر إشي راح أوصل هون شو الخيارات اللي صارت رايحة مني مش أقدرش أختارها كل هدول. يعني لما أوصل عند آخر نقطة راح يكون أنا عارف إنه صار condition إنه هدول كلهم ما بقدر أوقف عليهم. فبكون آخر إشي هو probability. خلينا نحط probability PR أحسن عشان ميزها عن P. إذن probability of not stopping at n given خلاص بس راح احط no stops at I plus 1 إلى n minus 1 ماشي. واضح الشرح اللي هون هذول conditional probabilities. لما بدخل مثل probabilities هذول مش unconditional مش independent هذول بيعتمدوا على بعض لأنهم بيعتمدوا على بعض. لما ببدأ بأول واحدة ما صارش event تاني وما اعتبرت انه صار event تاني فما وقف على I plus 1. لما يجينا هون انه ما وقفش على I plus 2 given انه ما وقفش على I plus 1. ونفس الاشي هون بنكمل I plus 3 given انه ما وقفش على اللي قبلهم لحد ما اوصل N minus 1. هلا هاي بتساوي لما ناخذ اول وحدة لما نبدأ بأول وحدة عم نقول احتمال انه ما يوقف على هذا. طبعا احنا assuming equal floor populations assuming equal floor populations الاحتمال انه يوقف على اي واحد من هذول هي 1 على N. احتمال انه ما يوقف على اي واحدة من هذول احتمال 1 minus 1 على N. وبعدين احتمال انه كل انه ما يصير فيه ستوب عليها هي 1 minus 1 على N للقوة P مضبوط. اذا هون ما يصيرش عندي ستوب على هذا اول واحد فيهم اللي هو هذا هو 1 minus 1 على N للقوة P. ناخذ الثاني. لما نيجي على الثاني هلا هذا هون هذا اوريدي صار رايح اللي هو الكونديشن اللي حطيناه هون. فالعدد فلما باجي بطلع على I plus 2 هذا راح منهم واحد الخيارات الموجودة صارت n minus 1 فصار عندي الخيار minus 1 minus n minus 1 للقوة p. وبعدين بنكمل 1 على n minus 2 للقوة p. هلا بوصل آخر واحد آخر واحد اللي هو n. مين صار رايح الآن كله مشطوب كل هدول ايش ضل عندي؟ ضل عندي الخيار يا بوقف على n يا بوقف على هدول من 1 ل i. هذا الجراوند اللي بدخل منه هذا الانترنس فلور وهدول كلهم اوكيبنت فلورز. فهدول they run from 1 to i minus 1 و i. اذا لما باجي بعمل examination لهذا بقول ايش احتمال انه ما يوقف على n given انه ما وقفش على هدول كم خيار ضايل عندي؟ ضايل عندي واحد هذا وهدول قديش عددهم؟ i فهم i plus 1 ماشي. الكل فاهم هاي؟ هاي الـ probability هاي الفورمولا
ترجع لهذا الاكسبرشن. هاي الفورمولا ترجع لهذا الاكسبرشن. هاي الفورمولا ترجع لهذا الاكسبرشن. واخر فورمولا ترجع لهذا الاكسبرشن اللي موجود. هدول conditional probabilities ضربتهم في بعض عشان احتمال انهم يصيروا, احتمال انه يصيروا في في condition بينهم. هدول conditional probabilities. هدول الايفنتس not independent. الباسنجر خياراتهم independent, بس هدول الconditions not independent. تفضل. اي فلور, اي فلور. عشان هيك احنا دائما انت لما تشوف تطلع في اشتقاق المعادلات بقول لك let the ith floor be كذا. Anyone. هاي رح تزبط مين ما كان هذا الفلورز استخدمه. هاي الان كونستنت. الان توب فلور. عدد الفلورز كلهم above the ground. ولذلك انت لما تيجي تشتق معادلة بدك بقول لك اشتقد المعادلة بالحالة العامة. ما بصير تروح تحط خمسة وتشتق وتثبت عليها. هذا مش اثبات. شو بتختار؟ تقول let it be i. وi can run from. هلا رح تشوفه من واحد لان. طيب اذا هلا هون هدول نطلع هدول خلينا نبسطهم بشكل اخر. فراح احط هذه. لو هاي عملتها بدي اوحد المقام شو بتصير الواحد؟ ان على ان مش هيك؟ فبتصير ان ماينس واحد على ان لو قوة بي. اللي بعدها ايش بتصير هاي؟ هاي بتصير ان ماينس واحد على ان ماينس واحد. ان ماينس واحد بلس واحد ايش راح تعطيني؟ ان على ان ماينس 1 لو قوة بي. وبعدين راح اكمل راح يصير عندي هلا هاي ان ماينس 2 على ان ماينس 2. ان ماينس 2 ماينس هون مضبوط كان عندي n ماينس 1 هون غلط. هاي هذه n ماينس 2. هاي راح تصير n ماينس 3 على n ماينس 2 للقوه p. واخر شيء بوصل عندي هذا الواحد بيصير i بلس 1 على i بلس 1. i بلس 1 ماينس 1 راح تعطيني i على i بلس 1 للقوه p وكل التيرمز اللي بينها. بصير اطلع ال p برا. بصير x للقوه p في y للقوة p هي نفسها x y للقوة p. مش هيك مزبوط؟ هاي ما فيها مشكلة. مش هيك مزبوط؟ اللي فيها مشكلة x للقوة p زائد y للقوة p لا تساوي x plus y للقوة p. مزبوط؟ أنا عارف إنه هذا بيسك بس كويس مرات الإنسان يذكر نفسه. إذا ال p بتطلع برا شو بيصير عندي؟ بترك ال p هاي, بأخذ ال p's هذول كلهم نحطهم برا. يصير عندي هون p وهون عندي p. ايش هلا في مجال اشياء اشطبها؟ n مع n, n مع n, n مع n. لحد ما اوصل هون رح اشطب معي هذا من هون. شو بضل عندي؟ i على n. ونذكر حالنا هاي ايش؟ البروبابيلتي انه الاليفيتر ما يطلع above the i-th floor. ما يطلعش فوق ال i-th floor هي i على n للقوة p.